وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. بعد التحية يا فندم، كيف شاهدت تكريم الرئيس السيسي لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة؟ بالأول بقول لحضرتك بصوت طويلة والسادة المشاهدين والأسر الضحايا والشهداء اللي بذلوا يعني أرواحهم بكل تجرد وامتنان، كل التحية والتقدير لأرواح الشهداء، كل التهنئة لهذه المناسبة. يعني طبعا يمكن في قراءة بسيطة كده لكلمات السيد الرئيس، فعلا الثمن مش قليل ومش رخيص، لا الثمن عم بتاخده دلوقتي على الاستقرار، الحاله اللي احنا بنصل اليها من تنميه مستدامه في اطار الجمهوريه الجديده. اعتقد دي كلها شواهد ودلائل، يعني لولاهم ما كنا هنا، فعلا لولاهم ما كنا هنا. احنا دفعنا الثمن او الشهداء دفعوا الثمن ارواحهم عشان نوصل للحل الامنيه اللي احنا بنعيشها دلوقتي، في ظل عالم يفتحه كثير من الازمات والمشاكل والامور الاقتصاديه الصعبه، ولكن الحمد لله الدوله المصريه على الرغم من ذلك ماضيه وماضيه بقفزات الحمد لله بفضل الله. يعني ظل جائحه كورونا وظل الازمه الروسيه الاوكرانيه، نجد ان الدوله المصريه بتحقق معدلات نمو ايجابيه في حد ذاتها، ودي تعتبر نقله ونقطه اقتصاد ماشي. دي دلائل على ده ثمن ايه؟ ما ده اللي ثمن ده ترجمه للثمن اللي دفعه شهدائنا بارواحهم ودمائهم. الاستقرار اللي احنا بنعيش فيه وهذه النتائج اللي بنعيش فيها دي نتيجه لكده، لان هم لولاهم فعلا لكنا اصبحنا في خبر كان. يمكن السيد الرئيس حدد تكلفه في الشهر ال 71 مليار جنيه شهريا لمجابهه الارهاب. الخيارين قدامنا، يا اما كنا نشيلكم الهم، يا اما كنا نشيله ونشتغل بالتنميه بالتوازي مع القضاء على الارهاب، ويمكن ده اللي عملناه كدوله، وكانت النتيجه الحمد لله احنا بنعيش فيها دلوقتي. يبقى هنا هناك يعني كان في شفافيه ومصداقيه، في رسائل، في رساله، في دلائل ظهرت كلمه السيد الرئيس والاحتفاليه النهارده. بلاد بتؤكد على ان الدوله المصريه لم تنسى ابدا كل مقدم لها ولا وزاره حرب في سبيل نهضتها وتقدمها وبقائها. يعني يشوفوا سينا مش هنسيبها، دونها انتمائنا، دونها انتمائنا، يعني عقيدتنا النصر او الشهاده دي اللي موجوده اللي اترسخت جوانا منذ البدايه. الربط بيوم الشهيد مين اللي استشهد في الفريق اول؟ عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض، اي اللي عايز اقوله يعني شوفي رئيس اركان حرب القدس مسلحه في التوقيت، يعني ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان مصر لا تنسى شهدائها ابدا، موجود على الجبهه جنبا الى جنب مع المقاتلين اللي هم الجنود وصغار الجنود. النتيجه ايه؟ استشهاده، ده دلاله على التلاحم والرابط اللي بيؤكد ذلك. الدوله المصريه ابدا لم تكن في منأى عن استعداد التحديات طول عمرها، في نفس الوقت دائما بتثبت من خلال شعبها انها قادره على المجابهه، قادره على التحدي، بتستطيع انها تحقق المستحيل والصعب في ظل يعني تحديات كثيره غامضه وامور منهجه كثيره جدا بنعيشها. يعني في ظل حرص الدوله الدائم لدعم اسر الشهداء، برايك الى اي مدى يساهم الاحتفال بيوم الشهيد سنويا في ثلج صدور اسر الشهداء؟ والله هو في حد ذاته استعراض بعض المشاهد اللي بتظهر على من خلال مقاطع توثيقيه او وثائقيه او فيلميه او بعض المشاهد اللي بتاكد على البطولات بتاعتنا الشهداء، ده رد اعتبار. وجودهم في هذه الاحتفاليه وتكريم القياده السياسيه ارقى اعلى القائد الاعلى للقوات المسلحه السيد رئيس الجمهوريه، نكرمهم ويلتقط الصور معاهم ويتشرف بذلك، اعتقد دي يعني ترجمه حقيقيه حاله الاستقرار والامن والنتائج المبهره. وبعدين السيد الرئيس قالها لهم صراحه النهارده، قال لهم ان شاء الله خلال فتره وجيزه والايام القليله القادمه ستشهد ذلك. انا صاحبتهم في احتفاليه يعني يراها العالم كله لكي تروا باعينكم يعني الثمن اللي دفعوه ابنائكم من ارواحهم ومن اعضائهم، الترجمه الحقيقيه ليه في سيناء من تنميه شامله وتنميه مستدامه. الكلام ده قريبا ان شاء الله نؤكد على ان احنا اقتصصنا شقه الارهاب من جذورها، اقتلعناها من جذورها بالكامل، وفي نفس الوقت قدرنا نحقق التنميه، قدرنا نحقق الاستقرار، قدرنا نحقق معدلات النمو بالفعل على الرغم من الازمات الاقتصاديه العالميه اللي بنعيشها وبيعيشها العالم كله، ونحن لسنا في مكان عند العالم. بالفعل، جزيل الشكر لك سياده اللواء عادل العمده، المستشار باكاديميه ناصر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه.